البلد رايقة زي ما قلتلكوا، والحدائق المفتوحة كتير، عيال بتلعب، الستات بتمشي الأطفال البيبيهات، كل الناس بتروح تشم هوا. الساعة دلوقتي يمكن 8 وشوية، الدنيا منورة، الدنيا بتضلم يمكن على الساعة 10. النصب التذكارية في كل حتة، دي شركة روس نفط الشهيرة اللي مبنى، دي المبنى بتاعها، وجنبها باش نفط، شركتين اهو، دي روس نفط ودي باش نفط. لوكال مدينة غنية بالبترول، مورد أساسي للنفط أو البترول لروسيا الاتحادية وبالتالي للعالم. ده مستاي كريمجي، كريمجي ده راجل تتاري او بشكوري، اسمه مستاي كريمجي. نروح برا الحديقة، ده منظر عام بالحديقة، المباني والنصب التذكارية بتاعت الحقبة السوفيتية متحافظ عليها جدا، وهي كتير جدا، وهي الشكل الطاغي لمعظم المدن الروسية إذا ما كانش كلها. حتى أوكرانيا اللي استقلت عن روسيا لسه محتفظة بنفس الطابع إلى حد كبير. هنا في ناس كتير تلاقيهم شبه مواطنين كازاخستان، الشكل الآسيوي، في ناس تلاقيهم مثلا مش هقول سمر أو سمر، بس في خمريين اللي هو بشرتهم خمرية يعني، ومواطنين مش متجنسين يعني، هم هنا بقى لهم ابوهم وامهم جم من اواسط اسيا من 100 سنة وتوطنوا خلاص، ودي بلدهم ابا عن جد. زي ما بقول لكم العربيات الفارهة هنا قليلة ونادرة جدا، اللي هي البورش واللامبورجيني وغيره وغيره. حتى لو لقيت عربية من دول او حاجة قريبة من الليفل ده، تلاقي مثلا موديل قديم وجاي زيارة وماشي.